لا يمكن أن يشعر الإنسان بالإنجاز إلا عندما يبدأ بالعطاء. هذه هي كلمات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه. غرس في نفوسنا أبونا الشيخ زايد الله يرحمه قيم الإنسانية والعطاء. تعلمنا من شيوخنا الله يحفظهم معنى الخير، مساعدة الآخرين والتطوع. شو هو التطوع؟ التطوع هو مساعدة الآخرين بدون انتظار أي مقابل. التطوع مو بساعات تنحسب، التطوع مو بشهادات تنعد، التطوع هو سعادة، التطوع هو تسامح، التطوع هو أسلوب حياة. بالتطوير تصبح الإمارات المركز الأول. هل خبرنا عنه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الله يحفظه في القمة العالمية للحكومات؟ الدولة موفرة العديد من برامج التطوير، العديد من برامج التطوعية، الورش، المحاضرات، كل شيء موجود عندك، بس روح وشارك، شوف شو البرامج هذه، استغل الفرصة. اليوم هالبرامج موجودة باسمك، باكر بتكون عند حد غيرك، دامها موجودة ومتوفرة استثمر وقتك في شيء بيفيدك وبيفيد مجتمعك. تجربتي مع التطوع كإنسان خجول ما أقدر أكون محادثة بين شخصين، دخلت برامج في جامعة زايد، برامج تطويرية، انتقلت إلى مرحلة أول تجربة تطوعية خارج الجامعة. كنت في أحد المهرجانات الكبيرة اللي تتكلم عن تاريخ الإمارات، كنت مشارك كمنظم فقط. كنت في أحد القاعات أتجول، أحب أقرأ عن تاريخ الإمارات، تاريخنا، أحب أثقف، أرد البيت أقرأ كتب وأبحث بعد في جوجل. يوم من الأيام الشخص المفروض يشرح عن هالقاعة ما كان متواجد، فيتنا الإدارة قالت لي سالم ممكن تشرح؟ أخذ ثانيتين أفكر، قلت هل أنا بتم سالم الخجول أو لازم أطور نفسي وأبدأ خطوة جديدة؟ على طول جاوبت هي بشرح للفي اي بي. أخذت جولة مع الفي اي بي، أخذت في المكان كامل، شرحت له شو محتويات المنطقة. أول ما خلصت الجولة وقفت بيني وبين نفسي أفكر، هالشيء اللي أنا سويته، هذا الإنجاز طلع مني أنا؟ اكتشفت عندي مهارات كبيرة في التقديم والبرزنتيشن والشرح بعد ورواية القصص. رديت البيت على طول، سجلت في أول برنامج حصلته في النت، تطوير الذات، التمكين، القيادة، الشرح، التطوع. أول خطوة أول ما وصلت الجامعة غيرت تخصصي، من بعد 3 سنوات في الآي تي غيرت للإعلام والعلاقات العامة، لأنه كان قريب من التطوع، قريب من الشيء اللي أنا أحبه. الفرصة اللي انفتحت لي من بعد التطوع، أول فرصة اللي هي علاقات، اكتسبت أصدقاء وأخوان أعتز فيهم إلى يومنا هذا. الفرصة الثانية حضرت مؤتمرات عالمية، القمة العالمية للحكومات في دبي 3 سنوات متتالية حضرتها. كنت متحدث رسمي في مجلس الشيخ محمد بن زايد لأجيال المستقبل. شاركت في العديد من الورش والمحاضرات لمؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة. انفتحت لي فرص تطوعية جديدة، مهرجان قصر الحصن، مهرجان أم الإمارات، معرض الكتاب الدولي، مهرجان الشيخ زايد التراثي، إكسبو دبي 2020، سبيشال أولمبيك بعد. آخر فرصة كانت اللي هي وظيفة. الوظيفة لها قصة أخرى. كنت متطوع في تاريخ 7/12/2018 في قصر الحصن. كأي متطوع أستقبل، أشرح، أوجه الضيوف. خلصت فترة التطوع. خلال الفترة كان في شخص دائم يمر ويسلم علي ويسألني شو رأيك بالتطوع وليش أنت متطوع وشو التطوع يفيدك، ويسألني شو أخبارك وشو علومك، وكان الموظفين دائم يمرون حوالينا ويسألوننا شو تجاربكم في القصر. خلصت فترة التطوع، يعني اتصال من إدارة قصر الحصن، سالم عندنا اجتماع. قلت أكيد أنا فاضي. وصلت للاجتماع بشروني بشارة أن سالم نبغاك تتوظف عندنا في قصر الحصن. طبعا أنا فرحت فرحتين، الفرحة الأولى الوظيفة مع أني بعدني طالب، الفرحة الثانية أني بكون متواجد في قصر الحصن، أول مبنى في جزيرة أبو ظبي، تاريخ أبو ظبي كامل موجود في هالمنطقة. سألتهم سؤال قبل ما أطلع من الاجتماع، منو هالشخص اللي كان دوم يمر علي ويسألني؟ اكتشفت أنه أحد مدراء دائرة السياحة. مستقبلي دائم يسألوني سالم أنت تضيع وقتك في التطوع، أنت وقتك كامل تطوع، ما عندك حياة شخصية. كنت دائم أرد عليهم بإجابة بسيطة، أنا أستثمر وقتي ما أضيعه، أنا أبني لمستقبلي، أنا أتخذ هالخطوات عساس في المستقبل أستفيد منها. دائم أقولهم استغلوا البرامج، تطوعوا،
شاركوا، احضروا المحاضرات، بعدها قرروا انتم وين تبون تكونون. من ضمن الاشياء الجميله اللي في ذاكرتي الى الان اني الى يومكم هذا انا اتطوع، ما اقدر اخلي التطوع لانه اسلوب حياه. في الصبح انا كطالب جامعه في جامعه زايد، المساء موظف في قصر الحصن، عندي يوم واحد اجازه، اليوم الاجازه اقضيه في التطوع. مسؤولي في الدوام لما عرف ان انا يوم اجازتي اقضيه في التطوع قال لي سالم لك يومين، يوم للتطوع ويوم للراحه اساس تردنا وانت نشيط، بس الى يومكم هذا ما يعرف ان التطوع في اليومين. سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد انهيان الله يحفظه قال عيال زايد كلمة لها مكانها وزمانها، كنا عيال زايد بالتطوع والخير والعطاء نتميز ونصبح المركز الأول دائما. شكراً.